السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل اختبار نهاية الترم من ملحق كتاب جيم تاني إعدادي ترم تاني 2024. هنحل صفحات 85 86 و87. Let's get started. هنبدأ من بيج 85 صفحة رقم 85. أول سؤال معانا سؤال استماع في الامتحان. Listen and choose the correct answer. استمع واختار الإجابة الصحيحة. عندنا هنا نص استماع هو عبارة عن حوار ما بين صديقتين أميرة وإنجي. اللي بتسألها بتعرفي تطبخي؟ قالت لها حاجات قليلة. بعد كده قرروا ان هما يعملوا تورتة عيد ميلاد لصديقتهم هالة، بس هيخلوها صحية، هتبقى تورتة بالجزر. طب تعالوا نشوف الحوار اللي دار بينهم وبعدين نكمل حل الأسئلة. أميرة بتقول هاي إنجي do you know how to cook؟ فإنجي قالت لها yes I can cook a few things. What do you want to make؟ قالت لها shall we make a cake for هالة؟ It's her birthday tomorrow. قالت لها good idea. She likes healthy food. So if we want to make her something healthy we should make a carrot cake. Okay we will need a recipe. Here is one on my phone. What do we need? We need some flour, a lot of carrots, a little sugar, and some eggs. Good. I think we have all of those. What shall I do, Amira? Perhaps you could mix the flour and sugar in a bowl, Angie. I'll cut the carrots. Okay, how old will Hala be? She is 14 tomorrow. If she is 14, we should put 14 nuts. On the cake. When it's cooked, she likes nuts. بعد كده آخر حاجة قالت لها that's a good idea. طيب أول سؤال what does Angie know how to cook؟ يعني Angie بتعرف قد إيه تطبخ؟ بتعرف طبعا تطبخ القليل من الأشياء a few things. Why do they decide to make a carrot cake؟ ليه هم قرروا يعملوا تورتاية جزر؟ عشان هالة صاحبة العيد ميلاد بتحب الطعام الصحي، يبقى نقول هالة likes healthy food. طب what will أميرة do to make the cake؟ هتعمل عشان تعد التورتاية؟ هتقطع، أميرة كان دورها انها هتقطع الجزر، يبقى هنا هنقول ايه cut the carrots. How many nuts كم عدد المكسرات should they put اللي ينبغي عليهم وضعها on the cake في التورتاية؟ البنت هالة دي عمرها 14 سنة فقرروا ان هما يحطوا 14 مكسراية، يبقى هنقول ايه هيحطوا 14 14 واحد. Complete the following dialogue اكمل المحادثة التالية. ولما يجينا سؤال المحادثة انا لازم اقرأ المحادثة كاملة خاصة رأس السؤال عشان بيعرفني المحادثة بتدور عن ايه وبشوف مين بيكلم مين وبراعي زمن المحادثة. طب هنا بيقولك باهر is inviting فارس. باهر بيدعو فارس to his house لمنزله. فبيقوله فارس يا فارس I was wondering أنا كنت بتساءل if you would like لو أنت ترغب أو تحب to come to my house أن أنت تأتي لمنزلي today اليوم to work on our school project عشان تقوم بعمل المشروع المدرسي بتاعنا. ففارس قال له great رائع what a فقال له around 7 حوالي الساعة 7 يعني. يبقى هو هيقول له ايه بقى؟ يعني في أي وقت ينبغي عليا إن أنا آجي عندك في البيت يعني. What time should I come؟ أجي إمتى؟ ينبغي عليا أجي إمتى عندك؟ فقال له حوالي الساعة 7. We could research إحنا نستطيع إن إحنا نقوم بعمل بحث some information together عن بعض المعلومات مع بعض. طب فارس سأل سؤال قال له I think it's better أعتقد إنه من الأفضل if we use the computer لو استخدمنا الكمبيوتر box الكتب won't give us مش هتعطينا all the information كل المعلومات we need اللي احنا محتاجينها. طب هو ممكن يكون اقترح عليه يقول له إيه طب هل لي أن أحضر بعض الكتب أجيب شوية كتب؟ قال له لا احنا هنستخدم الكمبيوتر عشان فيه معلومات أكتر يعني. يبقى يقول له shall I bring some books هل لي أن أحضر بعض الكتب كمراجع يعني يستخدموها؟ قال له I think أعتقد it's better هتبقى من الأفضل if we use the computer لو استخدمنا الكمبيوتر books الكتب won't give us مش هتعطينا all the information كل المعلومات we need اللي احنا محتاجينها. قال له that's right هذا صحيح it's a to look at different websites
يعني انها فكره جيده ان احنا ننظر لمواقع الكترونيه مختلفه، انها فكره جيده اسمها اتس ا جود ايديا. بعد كده قال would you bring some paper، هل لك ان تحضر بعض الورق؟ فقال له why do you want them، هو انت عايز الورق ليه؟ we are going to do online research، احنا هنعمل بحث عبر الانترنت. بعد كده رد عليه قال له حاجة وقال له we need to take notes، احنا محتاجين يعني او احنا سوف نحتاج الى تدوين ملاحظات on important information، للمعلومات المهمة. طيب هو بيقول له واحنا يعني احنا نعمل بحث اونلاين مش محتاجين الورق، فهو يقول له we will need to مثلا write down important notes، احنا هندون النقاط الملاحظات المهمة يعني. We will need to write، محتاجين ان احنا write down، ندون important notes، محتاجين ندون الملاحظات المهمة. فيقول له you are right، انت محق. انت محق. We need to take notes، احنا محتاجين ناخد ملاحظات on important information، للمعلومات المهمة. قلبنا الصفحة بيج 86 صفحة 86. read the following، اقرأ التالي. then answer the questions، واجب على الاسئلة. When we test food، عندما نتذوق الطعام، our mouth tell us if the food is sweet, salty or spicy. طبعا بتخبرنا افواهنا يعني بقنا بيقول لنا ما اذا كان الطعام حلو ام مالح ام حار حراق يعني. But why do some people like some types of food and not others؟ لكن بقى يعني بيقول لك لماذا يحب بعض الناس بعض انواع الطعام دون غيرها؟ There are many reasons، هناك العديد من الاسباب. For example، على سبيل المثال، some people، بعض الناس، don't like a type of food، يعني مش بيحبوا نوع من الطعام، because they remember، لأن هم بيتذكرون being ill، إن هم بقوا مرضى، after they ate it، بعد ما أكلوه. However، مع ذلك، it is believed، بيعتقد، that you can change what you like، ومع ذلك بيعتقد أنه يمكنك تغيير ما تريد أو ما تحب. we often don't like، إحنا يعني بيقولك غالبا مش بنحب unusual food، ما بنحبش الطعام الغير عادي أو الطعام اللي إحنا مش متعودين عليه، because our brain، لأن مخنا doesn't understand it، يعني مش بيفهم. so if you want to start liking food that is healthy، بيقولك بقى يعني عشان كده إذا كنت ترغب أو تريد أن تبدأ في الإعجاب بالطعام الصحي such as green vegetables، زي الخضروات الخضراء، you should eat it more often then your brain will recognize it، يعني فيجب عليك تناول الخضروات دي في كثير من الأحيان، ومن ثم يعني سوف يتعرف عليه مخك. recognize يعني يتعرف على. you can also train your brain not to like something، يعني برضك يمكنك تدريب مخك على عدم الإعجاب بشيء. For example، على سبيل المثال، many people، كثير من الناس، who stopped putting sugar on things found after a time that they didn't like sweet things، في بعض الناس توقفوا عن وضع السكر على الأشياء بعد فترة وجدوا إن هم لا يحبون الأشياء الحلوة. So لذلك if you like sweets، لو انت بتحب الحلويات، and don't like vegetables، ومش بتحب الخضروات، you should train your brain to eat more healthy، عشان كده يجب عليك تدريب مخك على تناول طعام صحي اكثر. اول سؤال بيقول why do people، ليه الناس often غالبا not like unusual food، مش بيحبوا الطعام غير العادي غير التقليدي؟ عشان مخهم مش بيفهموا الاكل ده. انت لو في اكله من بلد تانية من الصين ولا حاجه وانت دقتها ما عجبتكش لان مخك مش فاهمها، انت مش متعود عليها، يبقى هنقول بقى ايه، نجيبها من الفقره، because our brain، بسبب المخنا doesn't understand it، مش بيفهمها، يبقى دي اجابه نمبر 1 السؤال الاول. السؤال الثاني why do you think people trained
their brains not to like sugar. يعني لماذا تعتقد الناس بيدربوا مخهم على عدم حب السكر؟ ممكن نقول عشان هو غير صحي مثلا, because it is unhealthy, لانه غير صحي. Because it is unhealthy, بسبب انه غير صحي. Some people, بعض الناس, don't eat, مش بتاكل certain food, مش بتاكل أطعمة معينة, because they, عشان خاطر ايه, ate ان هم اكلوها قبل كده and didn't like it, اكلوها قبل كده وما حبوهاش. يبقى number 3 هنختار B. طيب number 4, what do you think the word recognize means? ماذا تعني كلمة يتعرف على في رأيك؟ يتعرف على معناها no, because you have seen it before, حاجة تعرفها عشان انت شفتها قبل كده, هي دي معناها يتعرف على. If you want to stop liking unhealthy food, لو انت عايز تتوقف عن حب الطعام الغير صحي, يبقى هنا هنقول eat healthy food instead, ناكل طعام صحي بدلا منه, دي صح. Stop eating this type of food, نتوقف عن أكل النوع ده من الطعام, صح برضو. Eat this type of food often, ناكله أكتر حاجة, لأ. يبقى هنختار A and B, ناكل طعام صحي بدلا منه ونتوقف عن أكل الطعام الغير صحي ده. يبقى نختار number D اللي هي A and B. Choose the correct answer, اختار الإجابة الصحيحة. If you feel ill, لو أنت بتشعر بالمرض, you a doctor, ينبغي عليك أن ترى طبيب. يبقى هنقول هنا A, you should see a doctor. My grandfather, جدي, had an accident, حصلت له حادثة, when he was younger, لما كان أصغر سنا, and to walk very well, وغير قادر على المشي بشكل جيد. غير قادر على, يبقى نقول إيه, is not able to. Please, من فضلك, don't put, ما تحطش salt on my food, I don't like it, ما تحطش أي ملح على طعامي, أنا مش بحبه. طيب يبقى don't put any salt, لا تضع أي ملح, عشان الجملة منفية طبعا, فنختار اني بمعنى اي. اخر بيت معانا 87, صفحة 87, مكملين في سؤال الاختيارات number 4, بيقولك طارق is not very hungry, طارق مش جائع جدا, so he only wants rice with his chicken, عشان كده هو عايز القليل من الارز مع الدجاج بتاعه. طيب الارز لا يعد, وقليل الذي لا يعد يعني a little, القليل من. منى نوز, منى بتعرف draw, كيف ترسم, let's ask her, تعالى نطلب منها to draw, انها ترسم اصلا انا a picture, صورة. طب في تركيبة بقى اللي هي يعرف كيف ار, اللي هي knows how to. This email is in Spanish, يعني الايميل ده باللغة الاسبانية, are you able to it for me, هل يمكنك ان تترجمه لي, يترجم يعني translate. وليد can't come out this morning, وليد لا يستطيع الخروج هذا الصباح, because he needs to, ان هو محتاج ان هو ايه for a delivery, يعني محتاج ان هو يقعد بقى عشان يدفع للدليفري, لخدمة التوصيل. طب يدفع مال, هي باي. People who do sport, الناس اللي بتمارس رياضة, like to eat, بتحب تاكل rice and pasta, رز ومكرونة, because they give them, عشان بيعطوهم lots of ايه, كثير من الانرجي, من الطاقة. Before you fry food, قبل ما تقلي الطعام, you should some oil in a pan, ينبغي عليك ان انت تسخن بعض الزيت في طاسة. طب يسخن يعني heat. Judy's little sister, اخت جودي الصغيرة, hurt her hand, يعني اتجرحت ايديها, and started, وبدأت تبكي, started crying, بدأت تبكي. ودايما بعد start بيجي start, يبدأ بيجي الفعل في ing. Complete the sentences with the correct form of these words. طيب عندنا في كلمات, هنظبط الكلمات دي ونحطها في ايه, في الفراغات. طب بصوا كده, هنا visit يزور, add يضيف, invent يخترع, واكت يمثل, كلهم افعال هنا, هنظبطهم بقى في الجمل. بيقول لك رامز ايه, saves a lot of water, ايه اللي عند رامي, بيوفر الكثير من الماء, and helps the environment, وبيساعد البيئة. هنقول رامز invent, رامز يخترع, لا هنقول اختراع رامي, تمام, فinvent دي هنخليها invention. اختراع رامي ده هيوفر المية وهيساعد البيئة.
طب the story was very slow، القصة كانت بطيئة قوي. And there was very little، وكان في القليل من الايه، من يمثل ولا القليل من الأحداث بتاعت التمثيل؟ يبقى هنا القليل من الأكشن، كانش في أحداث كتيرة يعني في الايه، في الستوري، في القصة دي. طب don't a too much salt، لا تضيف الكثير من الملح، it's unhealthy، غير صحي. كلمة add أو الفعل add يضيف هنسيبه زي ما هو، لأن بعد don't بيجي الفعل في المصدر، يبقى نقول don't add، لا تضيف الكثير من الملح لأنه غير صحي. ريهام is a the museum next weekend، ريهام هتزور المتحف الأسبوع القادم في العطلة القادمة الأسبوعية. her mom gave her tickets، مامتها أعطتها التذاكر. طيب خلي بالكم معايا هنا، عندي بعد ام واز وار بنضع في الفعل اي ان جي، تمام؟ يبقى ريهام از فيزيتنج، هنا بستخدم المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل، يعني سوف تزور المتحف العطله الاسبوعيه القادمه. خلاص بقى ايه، هم مرتبين لان مامتها اعطتها التذاكر، يبقى از فيزيتنج. هنا بيقول لك تشوز وان اوف ذا فولوينج، اختار واحد من التالي. لا اما تكتب عن بوك، كتاب او فيلم، او بليس، مكان يو لايك، انت بتحبه. ودوت بردك بيقول لك اكتب عن انفايرمنتال بروبلمز، المشكلات البيئيه يو هاف نير يو، القريبه عليك، اند هاو يو كود هيلب، وازاي ممكن تساعد سولف ذيس بروبلمز، في حل المشكلات دي. طب تعالوا نشوف كتبنا ايه. ده طبعا فيلم ريفيو، ده تقييم او مراجعه الفيلم، وده باراجراف عن الانفايرمنتال بروبلمز، المشكلات البيئيه. خلصنا سيشن النهاردة، تمنيتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.